يا ترى الحكومة هتعمل إيه مع المحتكرين؟ وإيه العقوبات اللي ممكن تفرضها على التجار الجشعين؟ وإمتى الأسواق ممكن تتظبط والأسعار ترجع زي زمان؟ بانكير، نبض البنوك. كل الناس في مصر بتشتكي حالياً من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتقريباً مفيش حد في مصر إلا وبيشتكي من ارتفاع الأسعار، وخصوصاً السلع الغذائية اللي بيحتاجها المواطن في حياته بشكل يومي زي الأرز والسكر واللحوم والفراخ. واللي حصل في أزمة الفراخ تحديداً كشف إن عندنا أزمة ضمير وجشع من التجار اللي بيتحكموا في السوق وبيحددوا أسعار السلع على مزاجهم. والفراخ اللي الكيلو بتاعها وصل لحوالي 95 جنيه في الأسواق نزلت أكثر من 20% بمجرد طرح فراخ مستوردة في الأسواق، يعني الأسعار اللي كان بيبيع بيها التجار والمربيين مش حقيقية وفي زيادات مش طبيعية. طيب الحكومة هتعمل إيه علشان تواجه جشع التجار والمحتكرين؟ الحكومة شغالة في اتجاهين. الأول، سلعة هتزيد بشكل مش طبيعي، هيتم فتح باب الاستيراد من الخارج لتوفير السلعة دي علشان يكون في منافسة والسعر ينزل. الحاجة التانية، هيكون في عقوبات مغلظة وهيتم تطبيق القانون بقوة على كل اللي بيفكر التلاعب بقوت الناس، وقانون العقوبات وقانون حماية المستهلك فيهم مواد كتيرة جدا فيها عقوبات قاسية جدا بتوصل للحبس 10 سنين وغرامات بملايين الجنيهات ضد كل محتكر أو تاجر جشع ما عندهش ضمير. تحياتي دعاء أبو القاسم، إلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.